السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يسلمك. بالنسبة في خطبة الجمعة في نهاية الخطبة يكون الخطيب قول اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة، هل هذا شيء في بدعة؟ الأمر على التوسعة، الأمر على التوسعة. مثلا بنسأل الثاني شراء الحلوى وزيادة صلة الأرحام في هذه الشيء. لا مانع أيضا من ذلك. لا جزاك الله خير. وإياكم.